ما بتركه أبدا. هذه كل حياتنا وكل ذكرياتنا في عيشت أنا. أنا مواليد البيت هذا، وخواتي وإخوتي برضو نفس الشيء مواليد البيت هذا إحنا، وكلنا عشنا هون مع إنه أبوي يعني إحنا 5 بنات وثلاث أولاد، ولدنا بالبيت هذا وضلينا فيه. هيك إشي بالسبعينات الله والعليم بلشوا قلبوا فينا، قال لازم تدفعوا أجار ومش عارف. بيت سعيد الحداد عراقية أصحاب الدار بيدعوا إنهم هم أصحاب الدار هاي. نتفاجأ عاملين لنا محكمة بدهم يخلونا من البيت أصحاب الدار. ليش تخلونا من البيت؟ إلكم مصاري خذوهم، بس ما بتطلع لكم تطلعونا من الدار. هذه لنا أكثر من 70 سنة إحنا فيها. بيعمل غد مشاكل وبيجي هون بجمع عنده مستوطنين مجموعة كبيرة حوالي 50 واحد بخبيهم جوا. أجا بده ياخذ الأرض هون وإحنا منعناه ووقفنا له. هيو لسه بتحركش فينا، فيش يوم إلا بتحركش فينا.